الو، فلة خطبت؟ يا ما انت كريم يا رب. والله ده انا حاسس ان ربنا هيكرمني بعد ما بعدت عني. يا اجمل خبر في حياتي. اقفل. فلة خطبت؟ ايوه يا مار. وانت فرحان؟ في قمة سعادتي. انت يا ابني ما عندكش دم. يا ابني انت اللي مغيب. بكرة كده تبقى نجم، تعرف نيلي كريم، منة شلبي، وساعتها تندم انك عرفت في يوم من الايام فلة ووردة. الو. مين معايا؟ يا فندم انا. بجد؟ طيب بكره هنكون عند حضرتك. في ايه؟ والله والحظ ولعب على بابنا يا مارو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ مش انا قلت لك فلة دي لما تبعد النحس كله هيتفك؟ المخرج كلمني وعايزنا بكره عشان نمضي المسلسل. اتكلم بجد؟ والله العظيم بتكلم بجد. والله وحلوت ايامنا يا مارو. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. احلوت احلوت. انتوا بتغنوا ليه؟ ها؟ انتوا فرحانين ليه؟ هو في ايه؟ ها؟ ايه؟ ما تجيب حد يا سيدة. اهي كمان. اهي. في ايه بقى؟ في ايه؟ Thank you.
ده صوت سماح. صدقي فعلا صوت سماح. تعالي نشوف هي بسرعه. يلا خايفه قوي. يلا امشي. نفسي اعرف حصل لها كده ازاي. يا بنتي دي بتقولي في حد دخل دلق على وشها بطاس. لا لا يا جماعه، انا كنت نايمه جنبها على السرير، ما حسيتش ان في حد غريب دخل الاوضه. يا بنات مفيش غريب يقدر يخش الغرف بتاعتكم، في ايه؟ ولا حتى يعتب باب الفيلا. اهم حاجه يا بنات محدش يقرب منها خالص، لانه ده فيروس منتشر ممكن جدا تتعدوا. انا خايفه عليكم. بعدين مش هي دكتوره وشاطره تعالج نفسها؟ الاسعاف وصلت بره. ما تخافيش يا سماح، ان شاء الله هتقومي بالسلامه. ما تخافيش. هو لا حول الله يا رب. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ اعوذ بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله. اعوذ بالله. يا ساتر يا رب. لا حول الله يا رب. يا لا الله. ايه ده؟ هو في ايه؟ ازاي ده حصل؟ هي اتحرقت ازاي؟ اكيد كاتل شاي. كاتل شاي ايه بس اللي يعمل فيها كده؟ لا انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا كنت نايمه وصحيت على صريخها، ولما صحيت لقيت شيرين بتقول ان هي جالها فيروس عشان هي كره الطب، بس هي نفسها بتقول لا ان شيرين دلقت على وشها بطاس. وانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه، انا خايفه قوي ومش عارفه اتصرف. معقول شيرين تعمل كده؟ انا اسا شيرين لا يمكن تعمل حاجه زي كده. لا طبعا، ده اكيد فيروس، وبعدين دي لسه طالبه يعني، فاكيد ما خدتش بالها كويس. المهم ربنا يستر عليها ويستر على باقي زمايلها اللي هنا في الدار. يستر علينا احنا. انا ابتديت اتهرش. لا احنا لازم نروح نطعم. هتطعمي؟ حر. تعالى بقى بينا نروح نطعم عشان انا ابتديت اتهرش. رد عليها مروان. لا صاحبك مش عايز يطعم، هو حر. تعالى بينا احنا بقى نروح نطعم. احنا سيبك منه. ايوه سيبك منه. يلا هما كلهم مشوا وسابوني ليه؟ وانا هطعم لوحدي ولا ايه؟ ايه اخرة اللي بتعمليه ده؟ 100 مرة اقولك ابعدي عن بنات الدار، انت كده هتفتحي العيون حوالينا. انا بكلمك. ايه يا روحي؟ في ايه؟ ده هو انت هتستهبلي؟ كفاية اللي بتعمليه ده؟ انت فاهمة؟ هو ايه اللي انا بعمله؟ اللي انا بعمله ده هو اللي انت نفسك تعمليه من زمان ومش عارفة، واللي انا بعمله ده هو اللي بدأ موسى بيه قبل ما يموت، ولا انا غلطانة؟ يا بنتي انا خايفة عليكي، بدل ما نبقى ضد بعض نبقى مع بعض. صدقيني انا خايفة عليكي. لا ما تخافيش عليا، انا بعرف اعمل كل حاجة لوحدي ومش محتاجة مساعدة من حد. يبقى الشيطان اللي جواكي ده انا هعرف اخرجه كويس، لاني انا فريدة ممتاز. ايوه كده، الوش الطيب وبحبك وخايفة عليكي كانش لايق خالص. الوش ده بيرفكت. وحشني قوي القلم ده. ما تقلقيش يا حلوة، من هنا ورايح هتشوف الوش التاني. ايوه بقى ايوه بقى. خلي الحياة تحلو وترجع تاني عشان انا بحب التحدي. وانا قبلت لان انا فريدة ممتاز. ايه ده؟
مين اللي جاي لنا ده؟ أمور يا باشا. مقدم حسين همام رئيس المباحث، عايز أقابل صاحبة الدار. هو أنتوا جايين عشان الدكتورة سماح اللي اتحرقت؟ سماح مين اللي اتحرقت؟ لا يا فندم، لا مفيش حاجة، ده هي بس اكمنها يعني شغالة في كلية الطب، فجالها فيروس من المشرحة اللي هي شغالة فيها، إنما هي ما رجعتش لسه من المستشفى عشان نعرف إيه اللي حصلها بالظبط. هو مين المسؤول اللي هنا؟ سعيد مسعود أبو السعد رئيس المنطقة الأمنية هنا. رئيس المنطقة؟ طب تعالى وريني صاحبة الدار فين. اتفضل يا فندم. يلا اتفضل. الباشا عايزك. افندم. المقدم حسين همام رئيس المباحث. اهلا وسهلا. جاي مع الاستاذ رأفت سليمان والد سحر الطالبه في كليه اثار. سحر بقالها يومين تليفونها مقفول، ولما جه سأل عليها هنا قالوا انه سابت المكان وسافرت. طب سافرت ازاي وهي لسه راجعه من اجازتها ما كملتش اسبوع؟ وبعدين لما سالنا عليها في الجامعه زمايلها قالوا انها ما بتجيش. انا ايه دخلي بالموضوع ده خالص؟ انتوا كدابين، كلكم كدابين. انتوا اكيد عملتوا حاجه ببنتي. انت قصدك ايه؟ انا عايز اعرف بنتي راحت فين، وخصوصا ان هي كانت دايما بتشتكي لامها من بنتك وانها كانت بتضايقها واخر مره هددتها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ مساء الخير. خير حضراتكم مين؟ انت اللي مين؟ انا شيرين، شيرين موسى دليل صاحبه الدار. هو انت بنتي فين؟ مين ده؟ الأستاذ رأفت والد سحر بيقول إن سحر آخر مرة كلمت والدتها اشتكت منك، وبتقول إنك بتتخانقي معاها وتوعدتيها وبعد كده اختفت، ولما جه سأل عليها هنا قالوا إنها سابت البيت وسافرت البلد. أنا ما اتخانقتش معاها خالص، أنا بس شديت معاها شوية، وبصراحة هي سلوكها ما كانش كويس، وآخر مرة دي تحديداً أنا حذرتها مش هددتها، حذرتها لأنه كان في شباب بيوصلوها لغاية الدار، ودي دار محترمة وفي بنات ناس هنا، لازم نحافظ على سمعة المكان. أنا بنتي استحالة تعمل كده. طيب أنا ما كنتش حابة أني أقول الكلام ده قدام حضرتك ومراعية مشاعرك، لكن للأسف أنا مضطرة أقولك أنه سحر هربت مع الشاب اللي كان بيوصلها كل يوم وش الفجر، وإحنا متأكدين من الكلام ده، وانا اضطريت مره ان انا اقفل باب الدار واخليها تبات بره. انت كدابه، بنتي متربيه كويس، مستحيله تعمل الكلام اللي انت بتقولي عليه ده. هي فعلا متربيه كويس قوي، وانا مستوعبه انفعال حضرتك، لكن انا هثبت لك كلامي. سعيد لو سمحت روح عند ام شهاب. تحت امرك. طب طالما هي سلوكها كده ما اتصلتيش باهلها ليه وبلغتيهم؟ لا أنا ما أقدرش أتصل بأهلها لأنه دي مش دار لتعديل السلوك للطالبات، دي دار سكن، لما بنلاقي طالبة سلوكها مش كويس بنطلب منها أنها تمشي. ما طلبتيش منها ليه أنها تمشي؟ طلبت منها، والله طلبت منها أنها تمشي، بس هي ما رضيتش وتعاملت معايا بشكل مش كويس، حتى أسأل مدام فريدة. فريدة دي والدتك صح؟ أم شهاب هي اللي مسؤولة عن البنات هنا في الدار، كلهم بيحبوها وبيثقوا فيها، بيعتبروها زي مامتهم. أم شهاب. أم شهاب. نعم يا نسرين. يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متأخر قد إيه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لأ؟ أيوه، سحر كانت بتيجي متأخر، كل ليلة كان شاب جديد بيوصلها، ولما عاتبتها الأنسة شيرين كانت بترد عليها بطريقة مش كويسة. أنا متأكد إنك عملت ببنتي حاجة. أنا بتهمهم يا حد الظابط إن هم اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟ روح دور عليها. أنا عارف بنتي كويس. طبعاً أنا متأكدة إن حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك، مطلق مامتها بقالك فترة بقالك تقريباً سنة ما بتشوفهاش ومتعرفش حاجة عنها.
انت عرفت ازاي؟ هي حكت لمشهب ومشهب حكت لي. مشهب وانا قريبين جدا زي الاخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجه غريبه بتحصل بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسامعه كويسه. كويسه ازاي؟ ما انتوا ولعتوا فيها. سامح طالبه في كليه الطب تقريبا جالها فيروس لمرض جلدي مسكينه. مرض جلدي يحرقها؟ يعني اظن كده. انا مش دكتوره بس حضرتك ممكن تسالهم في المستشفى. ايه الصوت ده؟ في عمال شغالين فوق عندنا بيعملوا صيانه للحمامات. عايز اشوفهم. قوي قوي يا فندم، حضرتك تنور. اتفضل.